أسعار بورصة الدواجن والذهب يوم الجمعة 31 يوليو 2020. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر من فضلك اشترك في القناة، فعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. بدل ما بنزل فيديوهين لحضراتكم، فيديو عن اسعار الذهب وفيديو عن اسعار الدواجن، انا هنزل فيديو واحد بس بيشرح لحضرتك اسعار الذهب واسعار الدواجن. هنبدا باسعار الدواجن. سعر كيلو الفراخ البيضه من 25 الى 27 جنيه، سعر الفراخ البلدي من 36 ل 38، لحم الامهات من 20 ل 23، الساسو من 30 ل 33، والرومي من 40 ل 45، والروم الابيض من 35 ل 40، والبط المسكوفي من 45 ل 50، والمولر من 40 ل 45، كرتونة البيض الابيض من 29 ل 32، والبيض الاحمر من 29 ل 33، والبيض البلدي من 38 ل 40. اما عن اسعار الكتاكيت، فالكتكوت الابيض عمر يوم من 6 جنيه ل 6 جنيه ونص، والكتكوت الساسو عمر يوم من 4 ل 5 جنيه، والكتكوت البلدي عمر يوم من 3.5 ل 4 جنيه ونص. أما عن أسعار الذهب فهي سجلت كالآتي بناء على موقع مصراوي: سعر الذهب عيار 24 994 جنيه، سعر الذهب عيار 21 870 جنيه، سعر الذهب عيار 18 746 جنيه، سعر الذهب عيار 14 580 جنيه، سعر الذهب عيار 10 414 جنيه، سعر قيمة الذهب 30922 جنيه، سعر جنيه الذهب 6960 جنيه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. أسعار بورصة